سامر ان اكشن هي اول مره بنعملها، واتفقنا مع جمعيه حمايه مثل جون فينشر، قررنا نشتغل سوا تنقوم بهالحدث الحلو المهضوم لكل العائله. ونحن لنفرج العالم شو هي حمايه ونخبرهم اكثر عن موضوع العنف وننشر الوعي عن هذا الموضوع، قررنا نعمل هذا الايفنت سامر ان اكشن. أرادته احتفالاً بالعائلة في الذكرى العاشرة لتأسيسها، مقدمة باقة منوعة من الأنشطة الثقافية التربوية والترفيهية الهادفة إلى نشر الوعي حول حماية الأطفال من العنف وتعزيز دور الأهل في إيجاد بيئة مناسبة لتربية أطفالهم. في رسالة بهيك مشاركة، وقت تكون عم نشتغل مع الأولاد مش بس كنا عم نلعب الأولاد أما عم نطنيت، بده يكون في هدف خاصة نحن اللي عم نعمله، لأنه بده يكون يا فيه شق ثقافي يا توعية، وهذا شيء ناقص كتير بلبنان عايزينه، وبهيدا الموضوع عنا مهم التوعية جدا اللي عم نعملها مع حماية. I'm happy for this event لأنه اليوم بلدنا نحن شوي منه family oriented، يعني متعذب لنلاقي شيء نعمله، خاصة كل ويكند سبت أحد نبش على شيء نعمله ببيروت. So it's a great idea. I support it. والإيفنت كتير حلو. وبنرجع للكيس يلي هي العنف ضد الأطفال إكس أبداً. وأنا مبسوط كتير عم بلعب بادلينج، وبحب أجي هون لأنه بنبسط. كتير مبسوط هون لأن في كتير لعبات وبلعب فيهم. أكثر من 50 مصمماً وحرفياً شاركوا في المشروع، عارضين إنتاجاتهم وإبداعاتهم، مساهمين بدورهم في تقديم الدعم لجمعيات حماية. أنا حبيت شارك بالأكسسوار تبعي، أنا جمانة أشقش، كله أكسسوار هاند ميد خصوصي لندعم هيدا الإيفنت وهيدا الجمعية اللي بتعتني بالأطفال. أكيد بندعم، يعني كمجتمع مدني منجي منشجع هيدي النشاطات يلي بتصير، ومنشتري ومنغير جو، مثل ما شايفة أنه جو كتير حلو وفي أغاني وفي رقص وفي جو حلو، وأول الصيف جاي يعني توقيته كمان كتير حلو. هي منصة نجحت في جمع شمل العائلة عبر نشاط هدف لجمع التمويل دعماً لجمعية حماية العاملة على حماية الأطفال من العنف الجسدي النفسي والجنسي على كافة الأراضي اللبنانية. دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.